أهلا بكم أحبابنا الكرام في كل مكان في فقرة السعادة، فقرة الخير، فقرة البر مع جمعية البر والتقوى المصرية. عايز أشكر الناس اللي فرحونا في حالات امبارح وافتتاح مسجد المغازي بأسوان، المسجد رقم 68 اللي انتوا بنتوه واللي انتوا شطبتوه. عايز أشكر كل الناس اللي اتصلت واستجابت وزارت الحالات، خاصة حالة حسني، الناس اللي راحت لحالة حسني بيتها وقدمت له المساعدة والشقة اللي جت له والتوك توك اللي جاله. وهنعرض إنجاز حسني لأن معانا إنجاز جميل أو أقدم من حسني شوية، فلازما نأجله للحلقة اللي جاية. عاوز أشكر الناس اللي قدمت لنا أفكار جديدة وطلبت مننا ان هي تزور المواقع او تزور مستشفى البر والتقوى بالتحديد، فاحنا اخذنا بعضهم وديناه مستشفى دشنا او مستشفى عائشه ام المؤمنين اللي تبع جمعيه البر والتقوى المصريه في مركز دشنا قريه ابو دياب شرق. عندنا هناك مستشفى جماعه تكون هي الوحيده اللي في المنطقه كلها بعده قرى حواليها، لان الوحده الصحيه هناك تعبانه جدا يعني. فاحنا محتاجين نشطب المستشفى دي بأسرع وقت. مستشفى على 350 متر، مستشفى محتاجة تدهن السيراميك بتاع الحمامات، الحمد لله السيراميك الأرضية موجود يتركب، محتاجين تشطيب الكهرباء، محتاجين نفرش. في رحلتنا وهنعرض عليكم الإنجازات دي في حلقة تانية برضو، لما رحنا اللي هو مركزنا الثاني في مركز نجادة في قرية المنشية بالتحديد، وزرنا مسجدنا ومكتب التحفيظ هناك وكرمنا حفظ القرآن، وبعدين شفنا مستشفى البر هناك على مساحة 400 متر اتشطبت تماما، بس محتاجة فرش، محتاجين نفرش المستشفى يا جماعة. فاللي عنده أجهزة أو يقدر يساعدنا بأجهزة لو سمحت كلمنا، اشتريت حضرتك الأجهزة وتعالى ركبها بنفسك. عايزين مكاتب، عايزين سراير، عايزين نخلص المستشفى بسرعة لأنها هتخدم حوالي 10 قرى حواليها. هي دي رسالتنا. بعرفتوا ليه بنبني المسجد؟ أنا مش ببني المسجد عشان نصلي فيه وبس. المسجد عندنا له رسالة زي رسالته أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الناس بتصلي، الناس بتحفظ فيه القرآن. ببني فوق مستشفى خيري، ببتدي اعمل بيكون مركز لتوزيع المساعدات الانسانيه. عرفتوا قيمه المسجد اللي انا بقول لكم انتوا ليه كمصريين ما بتحبوش تبنوا مساجد على عكس الخليجيين؟ كتير قوي من المصريين يقول لك انا اصل المسجد خليني في حاجه تانية. المسجد معانا مش مسجد، يعني قريبا كل مساجدنا هنبني عليها شقق هتتوزع على الشباب اللي راغب في الزواج وما يقدرش يجيب شقه. شفتوا انتوا هتعملوا ايه؟ هنعمل فكره حلوه كده، فكره قوميه، وهننفذها على 68 مجمع على مستوى الجمهوريه. وان شاء الله هتجيب صدى كويس جدا، لما اعمل اوضه للعريس، اوضه بصاله بخدمتها كامله وافرشها له، ويكون العريس من محتاج فعلا وما يقدرش يجيب شقه ويتجوز في المكان ده، يقعد 5 سنين في المكان وبعدين يسيبه ويمشي ويجي واحد تاني يكون هو سطر نفسه وقدر يكمل حياته بعد كده او يستاجرها، هيبقى كده حلنا مشكلة عملية بجد. مشاهدينا الكرام، عاوز اقول حاجة برضو، ان احنا نفسنا نقدم مساعدات اكتر من كده شوية. احنا نعتبر بالطريقة بتاعتنا دي اضعف جمعية في التبرعات. فانا عايز اسأل الناس اللي بيشوفونا، مش هنأمن بقى بفكرة المليون متبرع؟ مش هنتحرك شوية؟ حتى الناس اللي بتشوفنا لو بعتوا مليون رسالة على 95.08 هنعمل شغل كبير جدا للفقراء والمساكين. مشاهدينا الكرام، تعال نبدأ نشوف أول حالة معانا. بس قبل ما أعرض على صورة هكلمكم على الحالة وهنروح نصورها. حالة زي حسني بل أشد من حسني شوية. شوفوا لدرجة إيه، أنتوا تعاطفتوا قوي مع حسني، بس في حالة معانا من الإسماعيلية أشد من حسني شوية. عم السيد عنده بنتين في التعليم الثانوي. عم السيد كان مريض بالسكر، بترت ساقه. عم السيد زوجته عندها فشل كلوي. عم السيد ساكن بالإيجار. عم السيد مش عايز فلوس. عم السيد بياخد 550 جنيه معاش. عم السيد عاوز توك توك. عم السيد عاوز
توك توك وهنزوره وهنعرضه عليكم. بس ممكن نفاجئه قبل ما نفسي ننجز قبل ما نصور، ممكن نعمل الموضوع ده. طيب معانا حالة تانية من محافظة المنوفية، نفس الظروف برضو الساق مبتورة، بس ده بترت كان ذاهب للشغل، عنده 3 بنات وراح لشغل أرزقي بيشتغل عامل باليوم، اتعرض لحادث بترت ساقه ودراعه اتكسر، مركب مسامير وكلام من ده، وعنده مشاكل في العمود الفقري وأصبح راقد. ده ما بياخدش معاش تقريبا أو بياخد معاش ضعيف جدا. المهم بقى بناته في خطر وعاوز توك توك، هنعمل ايه دلوقتي؟ بدأت بعد موضوع حسني يجي لنا ابحاث الناس، كاميرتنا هتنتقل للناس دي ان شاء الله وهنساعدهم وباذن الله نفرح بدعوتهم. جايز هي دي اللي تعود لنا. تعالى نطلع على محافظة اسوان مركز ادفو اللي انا بحب اهلها جدا جدا جدا، ناس كرمة، ناس قنوعين، ناس ودودين جدا. تعالوا نشوف حالة امن عباس ونرجع لكم تاني. أمن عباس أحمد حسن من شارع المركز من أسوان ادفو قبل الغنمية. صحة والعافية وبارك فيكم. ويا ولد أنا معيش إلا غير ربنا وأنتم معانا، والبيت الحقوا عليه معيش إلا غير السكن، بس يا رب الفضل الكريم، بس عايز أعيش اليومين اللي قاعدين، بس السكن اللي أنا عايزها، بس عايزة فضل الكريم منكم بس ومساعدة منكم، أديكم الصحة والعافية. بيتي كله قردة زي ما أنت شايفة أهو، كله قردة وحيوقع علي يعني هالسكن، كله حيوقع علي السكن، وانا كنت حروح لكم يعني هناك فضل الكريم، بس انتوا جيتوني زحتوا ربنا زحكم علي، كنت حروح لكم هناك والله بالله على لان الابراق اللي انا قاعده فيها، ولا عندي ميه ولا عندي اي حاجه، وانا قاعده يعني مع ربنا ما عايش ولا اي حد، عايشه مع كده مع فضل الكريم مع نفسي عايشه، باب ولا شباك ولا اوضه ولا حاجه زي ما انت شايف، ولا باب ولا شباك، والسقف حيوقع علي اهو، القردة حتوقع علي، ولا باب ولا شباك ولا اي حاجة، ولا حاجة من ده كله عندي، ما عنديش او عندي سعيد السقف، السقف حيوقع كله علي اهو، كله حيوقع علي، وانا لحقتكم بالعافية، ربنا زحكم علي لجاي، ربنا زحكم علي لجاي كده من فضل الكريم، الله يخليكم ويديكم الصحة والعافية يا رب، وحنا فيكم يا رب، انا ربنا زحكم علي النهاردة لجاية، وهنا شايفه الدنيا كلها يا ربي عندها كله واقع، كله زي ما انت شايف كله واقع علي، السقف كله انا خايفه اولع الفرن، خايفه الثبات تهب فيا، النار تهب فيا، ويعني يعني هي بصنع يعني غصب عني هنا بصنع في الحاجه دي. تعالوا شوفوا بعينيكم وشوفوا وتفرجوا، تعال يا ولد اتفرج على الحمام بتاعي هذا اهو، تعال تعال اتفرج على الحمام هذا، هذا البرميل هنا نبتاه اهو، البرميل اهو البرميل، وادي القاعدة تحتي اللي انا فيها، شكاير عاملاها، شكاير ايه؟ شكاير مشمع مدرياني، مدرياني الشكاير دي اهي، وادي الحمام اهو، اهي الحمام اهو، الحمام يا بابا اهي يا ولد الحمام، وادي اه ادي فرني حطاه هنا يعني، وكل الحيطة مشلخة علي ومشلخة وواقعة اهي، كلها واقعة علي اه. استروني يا اولاد، حتة حمام وحتة بيت وحتة مطبخ، استروني يا اولاد استروني، الله يحن عليكم ويرزقكم يا رب من فضل كريم، استروني بس انا عاوزة حتة بيت وحتة مطبخ وحمام اللي انا عاوزاهم دول من فضل كريم، وعاوزاكم شاء الله يديكم الصحة والعافية يا رب وبارك فيكم، مش عاوز اكثر من كده ثاني. البتجاز بايظة معايا ومن غير بشلعة واحدة مولعة، بشلعة واحدة وربنا شاء الله يديكم الصحة، والثباتة فوق منه حتوقع عليا، الثباتة حتوقع مني فوق من القردة كلها حتاكلها، القردة فوق الثباتة، وعاملة لي اهو ما فيش ولا أي حاجة عندي، عندي فضل كريم ما فيش حاجة عندي، كل ما أدعوك يعني كله بايظ، ولا باب ولا شباك ولا أي حاجة، قاعدة في الطل في الطل قاعدة، وعايزاكم تلحقوني بأسرع وقت. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، الحاجة أمنة زي ما شفتوا بيتها وبتختم كلامها بتقول الحقوني يا أولاد. الحاجة أمنة المنطقة اللي هي ساكنة فيها ظاهرة غريبة ملهاش حل خالص، حاولت الدولة وحاول الناس وما قدروش يحلوها. عندهم مشكلة اسمها الجردة. الجردة دي دودة بتطلع من باطن الأرض على بعد 13 متر تاكل أي خشبة تقابلها، فطبعا ده بيؤدي لسقوط البيت حتة بحتة فوقها وهي عايشة في السقف اللي انتوا شفتوه ده، في البرد ده، في المطر ده، عايشة في البيت ده. البيت اللي انتوا شايفينه ده بيت الحاجة أمنة. الحاجة أمنة دي أرملة اللي وثق حبيبك النبي عليها وقال لك الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الحاجة أمنة عندها ثلاث بنات وملهاش أي دخل نهائي غير معاش الشؤون. الحاجة أمنة عايزة بيت، عايزين نلحقها قبل ما تحصل كارثة ونقول يا ريتنا. الحاجة أمنة بتصرخ فيكم وبتقول لكم زي ما عملتوا بيوت للفقراء حوالينها اعملوا لي بيتي، الحقوني والحقوا بناتي، محتاجين نجهز بنات الحاجة أمنة. بالمناسبة احنا لما وزعنا أجهزة العرايس على 6 عرايس يوم الجمعة امبارح، احنا محتاجين النهاردة نوزع على 25 عروسة. كنا بنجيب الجهاز ب5000 جنيه قبل التعويم، النهاردة الجهاز بقى ب7500 جنيه. ده عشان نحن طبعا، فاحنا بدأنا نستغنى عن حاجات ونجيب حاجات ونسيب حاجات. أما يوجد في مصر أو أما يوجد مصري أو مصرية تريد أن تستر مسلمة عشان ربنا يسترها في الدنيا وفي الآخرة، يجهز معانا 5 عرايس أو 25 عروسة ممكن. مشاهدينا الكرام، احنا وجهنا نداء للأطباء، بدأ يلتحق بقافلة مبادرة احنا مع مجموعة من الأطباء، هنعلن عنهم قريبا بإذن الله في محافظاتهم وهنبتدي نفعل دورهم معانا لله. أعلننا على صرخة اللي يعرف رجل أعمال في مصر يبلغه رسالة إن في واحد اسمه عماد عوض نفسه يتعرف على حضرتك. لحسن أنا معرفش ولا رجل أعمال في مصر، بسمع عنهم بس ما بشوفهمش، بسمع إن في مصانع كبيرة بس معرفش أصحابها، بحاول أخبط على أبوابهم البواب بترضني بيقول لي مش هيقابلك وما بنقابلش حد. أصحاب المصانع أدوات الكهرباء، أنت ما بتطلعش زكاة؟ أكيد بتطلع، طب ممكن تدينا من زكاة مالك تلاجة ولا غسالة نستر بها مسلمة؟ من زكاة مالك مش صدقة، جايز ما بتطلعش صدقة. مشاهدينا الكرام، عايز أوجه رسالة للمصريين في الخارج اللي بيحبوا يساعدونا، ما بلاش ترسل على حساب الجمعية من خارج مصر. ليه يا عم الشيخ؟ أقول لك ليه. إحنا في ناس بعتت من فترة على حساب الجمعية من خارج مصر من 9 شهور. أخذنا الإجراءات الرسمية مع وزارة الشؤون الاجتماعية يا جماعة من تسع شهور عشان نستخرج الفلوس ونتصرف فيها نصرفها. لغاية النهاردة محدش عبرنا في وزارة التضامن الاجتماعي برد، بالرفض أو بالقبول، ولا حد رجع الفلوس لأصحابها في البنك. عايز أقول بلاش تبعت على حساب الجمعية من خارج مصر، أنا بقولها علني، جايز تتحل، وبقول لأعضاء مجلس الشعب يا ريت تسمعونا بدل ما بتحطوا لنا قوانين ولا انتوا عارفين احنا بنعاني من ايه. فعايز اقول يا جماعه، عارف حد في مصر ابعت عليه بتثق فيه، ابعت له الفلوس يحطها في حساب الجمعيه من داخل مصر. شفتوا بنتكلم على المكشوف، بنتكلم على المكشوف. 9 شهور محدش رد علينا من وزاره الشؤون الاجتماعيه نخرج الفلوس ولا لا. عايز افهم ايه السبب. جايز تكون الوزيره بتشوفنا لان خبطنا كتير على بابها ما قدرناش نوصل. كلمنا ناس كتير مش عارفين حل، مش عارفين نوصل لمين. الفلوس اللي اتبعتت من خارج مصر على حساب الجمعية من 9 شهور ما دخلتش حساب الجمعية ولا احنا عارفين نصرفها. فجايز حد يكون بيشوفنا دلوقتي يبلغ صوتنا والفلوس تيجي عشان ننقذ اللي كنا جبنا بها بطاطين على الاقل في البرد الشديد ده. حاجة غريبة بصراحة بنعاني منها. عايزين ننتهج منهج كده الاول قبل ما نعرض مفاجأة من العيار التقيل. هنعرض عليكم عرض. ناس بتعترض على ان احنا بنعرض الحالات. طيب انا هجرب احكي الحالات شفوي قبل ما اعرضها. لو حد اتصل وحل مشكلة الحالة هنشكره في الحلقة اللي بعدها
وما نعرضهاش خالص، ممكن نعرض انجاز بس لكن ما نعرضش الحلقه، ممكن ما نعرضش خالص حسب رغبه المتبرع. انا كلمتكم قبل اول ما بدانا الحلقه عن حاله من الاسماعيليه، الحاله ديت اسمها السيد عبد العظيم، مش هكمل عشان ما حدش يعرفه. عنده بنتين طالبه في الصف الثاني الثانوي، واحده الاثنين توام سبحان الله. احنا عندهم 17 سنه الاثنين، الاب من مرض السكر بترت ساقه، ومراته عندها فشل كلوي، ساكنين بالايجار، عايزين ايه؟ عايزين توك توك يشتغل عليه على اساس ياكلوا ويصرفوا ويعيشوا منه. التوك توك بيجيب نتيجه كويسه جدا وبيجيب ايراد كويس، ربنا يبارك في اللي عنده توك توك. ده حاجه، ومعانا البحث اهو اللي عايز يزور بيته يزوره، جاهزين زي ما عملتوا مع حسني وناس تشهد بكده. الحاله الثانيه من محافظه المنوفيه، بحثها لسه بيجهز لكن معانا اوراق من الشؤون الاجتماعيه. الراجل ده راجل ارزاقجي بيخرج يشتغل باليوميه، حدث له حادث اليم، بترت ساقه وانكسر دراعه وعنده مشكله في القطنيه ورائد، عنده 3 بنات. الراجل ده محتاج مشروع، هو قال مشروع او توك توك. طبعا ايه هو اللي عاوزه؟ مفيش احسن من التوك توك بصراحه، فاحنا بنتكلم اهو عشان ما حدش يقول انتوا بتعرضوا الحاله وتفضحوها ليه. اتمنى ان انا اجد ناس تسمع عشان يوم القيامه ما حدش يقول ما سمعتش. احنا بنبلغ، وعايز اقول لك حاجه، ورب الكعبه مرضك ما بيروق الا لما تنتهج منهج النبي بسهوله، داووا مرضاكم بالصدقه، ورب الكعبه ما يدخل الجنه احد الا اذا كان بينفذ كلام حبيبه محمد، ومن كلام حبيب النبي ما نقص مال عبد من صدقه. لو وقع في دقيقه يسر على معسر ربنا، هيفرج عنك كربك وهمك. جرب انك تبني بقى في الاخره، كفايه بونا بقى في الدنيا. مشاهدينا الكرام، تعالوا بينا نشوف مفاجاه، نتعرف النهارده على راس الحربه بتاع جمعيه البر والطاقه المصريه اللي اخد اللي هو من هنا لغايه اسوان. الشيخ محمد نور الدين عملنا انجاز بطريقه غريبه شويه، انتوا اللي عملتوه. هنتعرف على الشيخ محمد النهارده، ربنا يبارك فيه يا رب ويسعده، وتعالوا نشوف الانجاز الحاجة فاطمة. بس يا ريت يا ريت نشوف انجاز فاطمة قبل، ممكن يا استاذ سامي ولا هيبقى صعب؟ طيب هنشوف الانجاز مباشرة، يلا بينا نفرح شوية. بفضل رب العالمين وصلنا إلى منزل الحجة فاطمة عثمان، والتي قدر الله تبارك وتعالى لها الخير والفضل من أهل الفضل والخير والإحسان. وفي الحقيقة يعني عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأردنا أن نشكر كل أهل الفضل والخير والإحسان الذين تعاونوا معنا مع هذه الأمة الطيبة المباركة. دلوقتي الحاجة فاطمة احنا زي ما اتفقنا خبناها عند الجيران، هندخل دلوقتي بيت الجيران نجيب الحاجة فاطمة من جوه وندخل بيها على بيتها عشان نعيش معاها بقى لحظة السعادة والفرحة اللي هي اصلا طبعا ما تعرفش في ايه جوه في بيتها، وما تعرفش احنا عملنا لها ايه. طب يلا بينا بقى عشان نروح بيتك. مستعدة؟ طول عمرك يا رب يديك حاجه في الرسول. طب يلا بقى تشوف عملنا لك ايه هناك. يلا يلا يا جماعه بسم الله. يا رب عليا كلمت بخاطرك. بص يا ست الكل كده، فتح عينيكي هنا كده. فتح عينيكي. ايه رايك؟ ايه صلاة النبي صلى الله يبارك فيك. ايه رايك يا عسل؟ الله يحنن عليك يا اخويا، الله يرد عليك. الحمد لله الحمد لله، ربنا يسعدك. عقبال الحج بقى يا معلم، عقبال الحج ان شاء الله يا معلم. عقبال الحج، عقبال الحج ان شاء الله يا رب. امين يا رب. ياخذ بيدنا ويدك يا خي وكرمك الله. اول عمره بارك فيك، بدي بحج في الرسول يا رب كده. امين يا رب. اي امين يا رب. عليك
خليك بخاطرك. عسل عسل فرحانة؟ عسل فرحانة زي العسل. حاجة تفرح، عرفتوا رسالتنا، عرفتونا على حقيقتنا احنا اهو. الحاجة بتدعي دعوات للناس اللي اتبرعت في صورة الشيخ محمد اللي ظاهر هناك مندوبنا في الصعيد، اللي انا بتمنى من الجهات الرسمية هناك تسهل مهمته. مشاهدينا الكرام، عجبني في الموقف بتاعنا امبارح كان معانا المهندس محمد رزق. المهندس محمد رزق بيطلع عمره كل سنة، استجاب لفكرة بلاش عمرة كل سنة، تعالى بفلوس العمرة جوز معاها معانا عروسة. نزل معانا رحلة أسوان، انبهر وفرح جدا وجهز عروسة ودفع فلوس بقيت تمن رحلة العمرة. السنة دي العمرة غالية. قال لي لا، أنا الوقت حسيت بلذة حقيقية أحسن من إن أنا أعمل عمرة كل سنة. أنا هبلغ أصحابي بكده، يا جماعة يا اللي بتعملوا العمرة كل سنة، جرب تعمل عمرة للفقير والمسكين، مش تزور البيت الحرام. انت خلاص زرت، بفلوسك دي تقدر تسعد حالات كتير قوي، وهي دي ثوابها اعظم من ثواب العمرة، صدقوني يا جماعة. احبابنا الكرام، من ضمن المشاهد برضو الجميلة اللي هي معانا، واحد كان رايح يصيف، وبعدين الكلام ده كان الصيف اللي فات، وبعدين قال لي يا عم انا اقتنعت بكلامك، انا مش هطلع صيف، انا هتبرع بفلوس المصيف تساعد بيه فقراء ومساكين. اتبنى بفلوس المصيف بيت لاسره يتيمه واسره فقيره، فرح جدا. وانا بقول لكم هو ده اللي هتلاقوه يوم القيامه، لان النبي لما قال احب الناس الى الله ما قالش اكثرهم عمل عمره، ولا اكثرهم حج، ولا اكثرهم صلاه، ولا اكثرهم صوم، انما قال اكثرهم نفعا للناس او انفعهم للناس. تعالوا شوفوا يوم الجمعة عرضنا الحالة دي يا جماعة. الحاجة زينب، دي زينب ولا جميلات؟ زينب. الحاجة زينب عرضنا بيتها، ويعني الاستجابة ما كانتش مناسبة بصراحة من الناحية العملية في حتة بنى البيت، وزي ما احنا قلنا اذا البيت اكتمل مش هنقول، لكن دلوقتي احنا بنقول لا، عايزين نخلص البيت ده بسرعة يا جماعة. يعني الحالة لما بتتصور غاية الإحراج ليها، وما بتتعرض غاية الإحراج ليها ولينا، يعني بيبقى ليها ولينا. فاحنا عايزين يا جماعة أي حد نتكلم عليه الحقوه، بيبقى لها وقع كبير قوي 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 المصداقية عند الناس، إنك تساعد الناس وتنفذ لها بيوتها، وهي دي الرسالة. أنت مش بتدور على حد تساعده بجد وعارف إن هو يكون محتاج. بكرر تاني إن احنا عايزين نساعد كل الناس، عايزين نتحرك بنفسنا نساعد، نبحث في الشارع بتاعنا عن الحالات، لسه محتاجين بطاطين. تعالوا معانا نشوف حالة أمن عباس تاني للناس اللي لسه جايه دلوقتي وما شافتناش. أمن عباس، أحمد حسن من شارع المركز من أسوان، عدفوا قبل الغنمية، صحة والعافية وبارك فيكم. ويا ولد أنا معيش إلا غير ربنا وأنتم معانا، والبيت اللي حوقوا عليه معيش إلا غير السكن، بس يا رب الفضل الكريم، بس عايزة أعيش اليومين اللي قاعدين، بس السكن اللي أنا عايزها، بس عايزة فضل الكريم منكم بس ومساعدة منكم، أديكم الصحة والعافية. بيتي كله قردة زي ما أنت شايفة، كله قردة وحيوقع علي، يعني هالسكن كله حيوقع علي السكن، وانا كنت حروح لكم يعني هناك بدل الكريم، بس انتوا جيتوني وزحتوا، ربنا زحكم علي، كنت حروح لكم هناك والله بالله، على لان الاوراق اللي انا قاعده فيها ولا عندي ميه ولا عندي اي حاجه، وانا قاعده يعني مع ربنا معيش ولا اي حد، عايشه مع كده مع فضل الكريم مع نفسي عايشه، باب ولا شباك ولا اوضه ولا حاجه زي ما انت شايف، ولا باب ولا شباك، والسقف حيوقع علي اهو، القردة حيتوقع علي، ولا باب ولا شباك ولا اي حاجة ولا حاجة من ده كله،
عندي ما عنديش او عندي سعال السقف السقف توقع كله علي هو كله راح يوقع علي ونتكتكم بالعافيه ربنا زحكم علي لجاي ربنا زحكم علي لجاي كذا من فضل كريم الله يخليكم ويديكم الصحه والعافيه يا رب وحن فيكم يا رب انا ربنا زحكم علي النهارده لجاي وهنا شايفه الدنيا كلها يا ربي عندها كله واقع كله زي ما انت شايف كله وقع علي السقف كله انا خايفه اولع الفرن خايفه الثبات تهب فيها النار تهب فيها ويعني يعني هي بصنع يعني غصب عني هنا بصنع في الحاجه دي تعالوا شوفوا بعينيكم وشوفوا وتفرجوا تعال يا ولد اتفرج على الحمام بتاعي هذا هو تعال تعال اتفرج على الحمام هذا البرميل هنا نكتاه البرميل اهو البرميل وادي القاعده تحتي اللي انا فيها شكاير عملاها شكاير ايه شكاير مشمع مدرياني مدرياني الشكاير دي اهي وادي الحمام اهو اهي الحمام اهو الحمام يا بقى اهي يا ولد الحمام وادي اه ادي فرني حطاه هنا يعني وكل الحيطة مشلخة علي ومشلخة واقعة اهي كلها واقعة علي استروني يا اولاد بحيطة حمام وحيطة بيت وحيطة مطبخ استروني يا اولاد استروني الله يحن عليكم ويرزقكم يا رب من فضل كريم استروني بس انا عاوزة حيطة بيت وحيطة مطبخ وحمام اللي انا عاوزاهم دول من فضل كريم وعايزاكم ان شاء الله يديكم الصحة والعافية يا رب وبارك فيكم مش عاوز اكثر من كيتان دجاج 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 بايظة معايا ومن غير بشلعة واحدة مولعة بشلعة واحدة وربنا ان شاء الله يديكم الصحة والثبات فوق منه حتوقع عليا الثبات راح توقع مني فوق من فوق منه القرده كلها تاكلها القرده فوق الثبات وعامله لي اهو ما فيش ولا اي حاجه عندي عندي فضل كريم ما فيش حاجه عندي كل ما ادعوك يعني كله بايظ ولا باب ولا شباك ولا اي حاجه قاعده في الطل في الطل قاعده وعايزاكم تلحقوني باسرع وقت مشاهدينا الكرام لما العين تشوف والودن تسمع الحالة وتسمع صرخة الحاجة أمنة وغيرها يبقى لازم اللسان يعجز ويسكت السلام عليكم.